أخبار اليوم. 20,014,404 ناخبا، عدد من أدلوا بأصواتهم 6,253,987 ناخبا بنسبة 22.3% تقريبا. عدد الأصوات الباطلة 197,789 بنسبة 3.2% تقريبا. عدد الأصوات الصحيحة 6,056,198 بنسبة 96.8% تقريبا. أعلى المحافظات في نسبة التصويت: 1 جنوب سيناء 41.6%، كفر الشيخ بنسبة 36.82%، الدقهلية بنسبة 36.7%. أقل المحافظات في نسبة التصويت: 1 السويس بنسبة 18.1%، القاهرة بنسبة 19.96%، 3 بورسعيد بنسبة 24.12%. وقد صدر القرار رقم 129 لسنة 2015 من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، متضمنا أسماء المترشحين الناجحين، وستوزع اسطوانات مدمجة على حضراتكم تحمل كافة التفاصيل. السيدات والسادة، بعد مرور الأيام من انطلاق إجراءات الترشح لمجلس النواب ووصولا لهذا اليوم، تأتي الصورة الإجمالية لنتائج الانتخابات في المرحلتين. عدد الدوائر الأربعة المشار إليها من قبل على النحو التالي: 1 متوسط المشاركة في المرحلتين 15,206,010 ناخبا من 53,786,762 ناخبا بنسبة 28.3% تقريبا. أعلى محافظة في نسبة التصويت في المرحلتين: محافظة جنوب سيناء 41.6%، أقل محافظة في نسبة التصويت في المرحلتين: محافظة السويس 18.1%. عدد من شرفوا بتمثيل الشعب في المرحلتين 555 نائبا، وهناك 13 نائبا عن الدوائر الأربعة المتبقية، فضلا عن من سيجري تعيينين من السيد رئيس الجمهورية ليصل عدد النواب إلى 596 نائبا. عدد المستقلين من النواب 316 نائبا بنسبة 56.9%. عدد المنتمين للأحزاب من النواب
39 نائبا بنسبة 43.1%. السيدات والسادة، تعرض اللجنة العليا للانتخابات عن تهانيها لشعب مصر على اكتمال مؤسساته الدستورية وتشكيل مجلس النواب الذي جسد السلطة التشريعية للبلاد، ليضطلع السادة النواب بمسؤولياته الكبيرة ويواجهون التحديات ويرسمون المستقبل الذي يطمح إليه المصريون، فتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الأمم.